حتى لو باساج ديالك مع الحسنيه، الا لاحظنا في هذه الاعوام الاخرى راه فينال ديال لا كوب ديال كاس العرش مشات على جزئيات بسيطه، دوماج. لا كاف مشيتو فيها مزيان، حاليا دومي فينال ديال لا كاف، دونك راه باركور مزيان ببطوله بدرجه اقل مع ذاك التغيير ديال المدرب، امور كانت ما تمشاتش مزيان مع محمد فاخر. هضر لنا شويه على هذا الباركور ديالك مع الحسنيه في العوام. وهو بصراحة أخويا طارق الباركور بالنسبة للفرقة كاملة هذه المواسم الأخيرة داز مزيان، يعني فرقة من بعد جا غاموندي كان صراحة أنا قاعد يتفرج فيها في عهد السكتيوي، راه كانوا تبارك الله راه واحد لو جو واحد ستيل جو بوحده، يعني غير هو كان الحاجة الوحيدة اللي كانت العيب الوحيد اللي كان في فريق حسن أكاد ذاك الظرف، لا ديفونس كانت كتماركي عليهم بزاف وكيماركيو بزاف او ميم طون، ولكن ان فوا جا غاموندي جات ثقافه اخرى، جا ستيل دو جو اخر، يعني فيه لو جو كوليكتيف وفيه بلوك ديفونسيف، يعني فيه بزاف الحوايج، يعني هذاك السيد اللي كيبازي على كاع كتجمع بين الشوب والميليو. فوالا هذا هو اللي كاين اخويا طارق. فهذيك الظرفيه الحمد لله ان فوا كتبان في الشاشه، الحمد لله لعبت 6 ديال الماتشات باقي عاقل، تنادى عليا في المنتخب المحلي من طرف سي جمال سلامي اللي مشكور تا هو من هذا المنبر صراحه، اللي وضع فيا الثقه، وكنت مع ذاك الجروب اللي داشان. الحمد لله الباركور اللي داز في اكادير اخويا طارق بالنسبه لي داز زوين، رغم انه وحاليا كنطمح باش نخلي شي بصمه، راه قلتي واحد الكلمه خلينا واحد البصمه اللي تاهلنا لدور المجموعات اول مره في التاريخ ديال فريق حسنيه اكادير، مشينا الربع النهائي، مشينا الدومي فينال في لاكاف، يعني دخلنا التاريخ ديال فريق حسنيه اكادير من هذا الجانب هذا، ولكن ان فوا كدي يعني التروفي اللي غيبقى لك في الذهن ديالك انت، لا مع الجمهور لا مع وليداتك من غادي يكبروا، غتبقى لك يعني في التاريخ ديالك. فهذا هو هذه الحاجه الوحيده اللي بقات لينا حنا كجروب ديال هاد اللعابه اللي كاينين دابا. صراحه ما غادي نقول لك نستحقوا شي لاكوب، هاد الجروب اللي داز هاد الثلاث سنوات الاخيره يستحق شي لاكوب اللي غادي نبقاو نتفكروا به حتى بعضياتنا، كيف ما دابا الجيل اللي داز ديال 2002 2003 او لا مات 2001 2002 ديال فريق حسنيه اكادير ديال وشريف وحسيني وحموم وحال ديال البطولات اللي داوها متابعه، باقي لحد الان كيجبدوها الجماهير السوسيه. فبغينا حتى حنا هذا الجيل ديال دابا اللي دوزنا مع بعضنا التاريخ ديال المدينه وديال الفريق. ونتمنى اخويا طارق، شوف اي لاعب كيتمنى على انه يدي شي لقب مع الفرقه ديالو، ما كاينش شي لاعب كاين شي جوار ما غاديش يبغي تروفي مع الفرقه ديالو، سواء ولد مدينه سواء ماشي ولد مدينه، المهم غيبغي شي تيتر انه يديه يبقى ليه هو في حياته. فهمتي؟ ضاع منا الفينال ما كتبش. الحمد لله البطوله كنا واحد الظرفيه تقربنا منها واحد العام، راه كانت داتها الوداد داتها اتحاد طنجه، كانوا داوها ب 51 نقطه، وكانت ديك الساعات عندنا حنا والوداد 50 50. هي عليها باش شاركنا يمكن في المتناول هذيك البطوله، زعما كون كان على شويه فوالا، يعني اي جوار اخويا طارق غيبغي يدي شي تيتر مع الفرقه ديالو، كنتمنى ان شاء الله نعوضوها للجماهير ونعوضوها لينا حنا بعدا، حنا اللي ضاع منا ذاك الفينال نعوضوها ان شاء الله الى تلعب هاد الدومين فينال وفينال ان شاء الله نعوضوا في هاد كاس الكاف ديال ان شاء الله يكون خير. تحيه للناس ديال اولمبيك تشيرا وديال الفرق كلهم ديال اكادير والنواحي ديال اكادير، سي قبيله وانت تقول لنا تحيه تشيرا، ها هي تحيه تشيرا اولمبيك تشيرا، تحيه لهم تحيه تشيرا وكاع النواحي ديال اكادير، وتحيه لهم كاملين اخويا طارق. الماتش اللي بقى لك اخويا سفيان في الدين ديالك مابغاش يتحيد لك من راسك اللي باقي كتعيشه، لان كاين شي احداث في كره واخا كيدوزوا في الوقت ديالهم كتبقى مره كيجيك شي لقطه كيجيك شي ماتش اللي بقى لك في راسك
مع حسنية أكادير في هذه السنين الأخرى؟ من ناحيتاش، واش من ناحية الإيجابية ولا السلبية؟ من ناحية الأمبيونس، من ناحية اللعب، من ناحية ليسبري دو جروب، من ناحية الكرة كيفاش دارت. ضد الزمالك أخويا طارق في أدران، ماتش ما يتنساش هذاك. ما عمره يتنسى لي لعبة أكادير بحال اللي ما لعبش أكادير أخويا طارق، بحال اللي لعب شي فرقة في أوروبا، ما نكذبش عليك. إلا عودتي الماتش، ولا عاودوا الناس اللي متبعين دابا هذاك الماتش غيعرفوني أشنو قلت. يعني هذاك الماتش لا تشاش فرش فيه والتيفو بعدا كيدير تيفو شي حاجة خيالي. يا سلام، أجواء أوروبية أخويا طارق صراحة، لا من ناحية الكرة ولا من ناحية الجمهور اللي بهرنا بذاك التيفو اللي طلعوا فيه كريم بعدي وياسين الرامي ويمكن هذاك بابجي، اللي صراحة ما كناش كنتظروه. أنا ما كانش على بالي بأن هذاك التيفو غادي يطلع أو لا الجمهور غيجيب ديك الكثرة. يعني كان تبارك الله واحد 45 ألف متفرج، يعني اللي لعبت في ذاك التيران أول مرة غنشوف ديك الكثرة ديال ديك الجماهير. تحية ليهم اللي صراحة صدمونا، وكان حافز لينا. راه انفوا اخويا طارق يقول الجمهور بهذيك الكثره وتيشجعك وتيحفزك على الخصم، راه كتعطي في العوض غتعطي 100% كتولي عاطي انت 200% اخويا طارق. هادشي اللي كاين، الله يرحم الوالدين. هذاك الماتش ما عمره يتنسى ليا، بلوجو ديالنا ما عمره يتنسى ليا. يعني كنا تقريبا 90 دقيقه او لا 45 او لا 95 دقيقه كنا لاعبين عند الخصم. يعني هذاك الساعه الزمالك راه بون ايكيب، راه كان معاهم مطيب وي احسن فريق افريقي. هادشي باش نقول حقيقه، نقولوا داكشي اللي كاين. وما حالفناش الحظ اخويا طارق، وما كتبش لينا داك الكارت فينال. مشينا للروتور، تا هو داز ماتش زوين، تا هو ما عمرو غيتنسى ليا، خصيصا انا ما عمرو غيتنسى ليا، سيرتو انني سجلت فيه الهدف التعادل. هذه وقيله سفيان أسوأ ذكرى وقيله عندك مع الحسنية، هو ذاك البيت ديال ما عمرو غيتنسى ليا هذاك البيت، لحقاش اش غادي نقول لك، كان ديك الساعات غيتزاد الابن ديالي. كنا لاعبين حنا كنا لاعبين الحد، والابن ديالي غيتزاد ديك الليله، يعني غيتزاد اليوم الاثنين. وهذاك البيت اخويا طارق، يعني كنت سجل انا ما عمري غادي ننساه في حياتي، يعني غيدخل لي التاريخ ديالي انا. انك تاهل الفرقه للدومي الفينال يعني بسميتك انت، راه ماشي سهله. تظلمنا بزاف يا طارق. باين راه داكشي شافوا العالم، كاينين فوالا شافوا العالم كله، هضروا عليه كاع المنابر الاعلاميه، كلشي هضر عليه. يعني حتى المخرجه ديال ديك المقابله كانت مصريه، حاولت على انه هذاك البيت ما يتعاودش، ما يتكررش، ما يتشافش. دوماج ما كانش الفار ديك الساعات اخويا طارق. كون كان الفار كنا نكونوا ديك الساعات في الفينال كاع. هادشي اللي كاين ما فيهاش شك. وتحيه لكم. اخر سؤال اخويا سفيان، دي زوبجيكتيف اللي باقي سفيان باغي يحققهم ان شاء الله في الكارير ديالك. الاوبجيكتيف ديالي حاليا هو انني نحمل القميص الوطني الاول. وانه نحترف، يعني انا صراحه تنخدم وتنجتهد نهار على نهار باش انه نحترف. سيرتو انك كتسمع وسمعت منك حتى انت قبيله، يعني تستحق تكون في بعض الدوريات الاوروبيه. ف هذه ماشي مجمل، هذه حقيقه واقع. الله يجازيك بخير اخوي طارق. فهذا هو الاوبجيكتيف ديالي، وانني نخدم ونجتهد باش انني نحاول نرضي والديا ونرضي حبابي ونرضي الجمهور ديالي. والوبجيكتيف ديالي من لي زوبجيكتيف هو انه ندي شي لقب مع اكادير، اللي باش انا ما غنساش الفرقه. انا صراحه الفرقه رغم انني مشيت منها او بقيت فيها ما عمرني غنساها، سيرتو انهم بينوني في الساحه الوطنيه. يعني كون ما كانش اكادير وكاموندي ما يكون سفيان بوفتيني، فكنطمع على انه ندي شي لقب مع هذه الفرقه هذه. اللي غتبقى لي في الذهن ديالي وتبقى لهم حتى هما، يبقاو يتفكرونا بها كيف ما كيتفكروا الجيل ديال 2001 2002. وكيف قلت لك راه الاحتراف، راه اي لاعب اخويا طارق راه كيطمح على انه يحترف. هذا هو الاوبجيكتيف، حق مشروع اخويا. غادي نساليو بالاخوان قبيله، تيقول لك استقبال، هضرنا على الاستقبال اللي كان في المطار وانتم داخلين من مصر
مورا الماتش ديال الزمالك شي حاجه قطره شي حاجه اخويا شوف ما هذاك هذاك النهار واخا نهضر عليه اخويا طريق راه ما عمرني غادي انا راه جيت نهضر لك عليه راه خصك نهار هذاك اخويا طريق راه واحد الاستقبال اللي ما عمرني تصورته في حياتي كاع اللاعبين ماشي غير انا يعني كاع الدراري صحابي الزملاء ديالي اين فوا وصلنا لكازا المطار سمعنا يعني سمعنا اخبار انه كاينين الجمهور ديال يعني الجمهور ديال الاكادير كامل يعني مدينه كامله والنواحي ديالها جاوا كيستقبلونا في المطار كانه ادينا لقب يعني ذاك النهار ما عمرو غتنسى ليا في حياتي يعني حتى الناس ديال السلطات يعني ما قدروش ينظموا دوك الجمهور اللي كان بديك الكثره في ذاك النهار يعني اللهم بارك هذاك الاستقبال ما عمرو غتنسى ليا وما عمرو غتنسى للزملاء ديالي مره كنجبد فيديوهات وكنشوف داك الاستقبال اللي داروا لينا وديجا راه مدخل واحد الفيديو ديال السيت ديال البطوله اللي كانوا داروه اللي مدخلو عندي في التليفون اللي بقى عندي حتى هو في الميموار باش نبقى نتذكر به الفرقه نبقى نتذكر به ديك الذكريات فصراحه استقبال بزاف كبير شي حاجه كبيره بزاف اخويا طارق يعني الا جيت نهضر لك على داك الاستقبال راه شي حاجه اللي كبيره يعني كانك ديتي لا كوب لان يعني كانت هزيمه ماشي هزيمه هذيك هزيمه ديال الرجال ماشي ديال لانه نورمالمون كتخصك تكتيب ماشي كان خصك تمشي في البطوله حتى الجمهور اخويا طارق صراحه يعني كانوا في هذيك الظرفيه ديال كاس الكاف فوالا كان لا كانت الرغبه ديالهم يعني طامحين باش انه غير نوصلوا غير الجروبات غير الجروب المهم كنت مهم درنا اللي علينا ولكن حنايا ان وصلنا للجروب يعني في واحد الجروب اللي كان هو راه فيه نضاش بركان وفيه الرجاء البيضاوي وفيه حنا وفيه هذيك ليكيب يعني راه ماشي بالسهل انك تدوز للربع النهائي ونرجعوا للاستقبال راه استقبال راه ما عمرني غنساه في حياتي اخويا طارق وتحيه ليهم راه صراحه راه ما عمرني غنسى لا انا لا الاصدقاء ديالي ديك الاستقبال اللي كان بالنسبه لنا شي حاجه كبيره وخبقى فينا الحال كانوا يستحقوا صراحه كانوا يستحقوا هذوك الناس وباقيين يستحقوا انه نجيبوا لهم شي تيتر اللي يستحقوهم ويستحقوا حتى حنا اخويا طارق فهذو من الطموحات ديالي وديال الزملاء ديالي كاملين الفريق حسنيه اكادير صراحه. وكان هذا ختام ومسك مع سفيان البوفتيني كنتمنوا لك اخويا مسيره موفقه المزيد من التالق ان شاء الله ونشوفك كاع دوك الطموحات اللي راسهم في مخك توصل لهم ان شاء الله وسلم لينا على الوالد والوالده والولد والجميع. الله يجزيك بخير الله يجزيك بخير تحياتي والله يسلم عليك وشكرا لك وشكرا لك بزاف الله يحفظك بارك الله فيك الله يحفظك الله يحفظك بارك الله فيك.